الناس كلمة طيبة تجمع قلوب الناس تمشي ونواياها دفا وحروفها أنفاس يا سعد من يهدي معانيها بكل جمعان هادي بطيق الاستاذ جمعان هادي بطيق كذلك كلمه تقولها ما شاء الله عن الافطار هذا الليل افطار صايم المنتقى الطابق الجامعي وسنويا يقام نجمع الجميع انهم لا يتركوا هذه العاده السنويه اللي تكون كل عام الاستاذ اول اقول لك شهر مبارك مبروك على الخطوبه حلوه على اليوم جزا الله خير الشباب على الجهود المبذوله ان شاء الله ونقول لهم كل عام وانتم بخير والله يبارك بجهودهم ان شاء الله يستمرون على هذا الشيء شكرا استاذ شاهر ناصر ابو الياس ما شاء الله وصل على النبي الله مبروك المولود الله يبارك لك يبارك عليك الشهر الله يبارك لك منتقى الطالب الجامعي يقيم هذه الليله ما شاء الله هذا الافطار كيف ما شاء الله يعني شوف هذه اللمه وهذه الدم على الاخوه مع طلبه مع الله اولا نشكر رب العالمين على تجمعنا في هذا المكان ونشكر جميع اعضاء منتقى الطالب الجامعي على حضورهم لهذا الافطار السنوي كل سنه وان شاء الله لم حلو ان شاء الله ربنا يعود رمضان وكل عام الجميع بخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله طلبه اللي معهم هذه الليله ليله الثاني عشر من رمضان وان شاء الله ربي لا يفرقهم ان شاء الله تموا على هذه العاده الطيبه محفوظ حديثك وكلامك على هذه اللمه وعلى هذه مع الاخوان ما شاء الله او على هذا اليوم ما شاء الله الثاني عشر من شهر رمضان الله لمه زين اتمنى ان شاء الله ما تبطل وعاده حلوه ان شاء الله يعني ما لها من كلام المعنى وقيمة أصحابنا وإخواننا جزاهم الله خير إن شاء الله عز وجل يدرس ما شاء الله في المكلة وكذلك في هذه الإفطار وهذه اللمة السعيدة إن شاء الله ماذا تقول لملتقى الطالب الجامعي؟ والله أولا ما شاء الله اللمة يمعد نحن بالشباب كمين واحد ما شفناه اليوم ما شاء الله متوايدين لكن الأخ عمر طبعا اليوم ناقصينه من نكهة عمر صالح ايوه ما هو متوايد بسبب ظروف خاصة وان شاء الله نقول شهر مبارك للجميع للجميع ان شاء الله انا متشوفين الاخ سعيد طبعا وكذلك الاخ علاء بغينا وصف مثلا على العزبة هناك عندكم كيف عزبتكم؟ والله طبعا يكون المستقر دائم على بن جبير معنا عن بعد يعني ما عندك هناك انت الا بس يجيب على اسبوع اسبوعين اما على بن جبير تفصيل ممل تقريبا عندهم طبعا علاء لو سالتك عن العزبة هناك كيف؟ ما شاء الله ناجح والدعم لا باس بس ننسى بعض الاشياء لكن ان شاء الله مع الوقت طيب عزبة الملتقى اللي منتقى الطالب الجامعي هذي نفسها هذي يعني تكلموا عليها ما شاء الله يعني قاصر لحاجه بسيطه بعد شهر رمضان بتبدا يقول بنو كذا بالموجود وان شاء الله قلنا نوابس كثيره عادها والعدد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طبعا دقائق ما هي الا دقائق كم الساعه الان؟ يعني باقي خمس دقائق باقي ثلاث دقائق من اذان المغرب ما شاء الله وهذه اللمه على الاخوان ربي ان شاء الله يعيد هذا اللمه وهذا الافطار ان شاء الله بخير وعافيه باقت امل لا باس باقت امل لا باس طيبة تجمع قلوب الناس طبعا كان خمس سنين او اربع سنين من التاسيس قلنا نحن طبعا جامعيين في الحزم خاصه منطقه الحزم يعني
الآن وصلوا لأكثر من 50 جامعة ما شاء الله. ما سبب الجامعين السابقين طبعاً أساتذتنا، لكن نحن نتكلم عن الشباب أكثر من 50 طالب أو أكثر من. فقلنا أن نعمل ملتقى واتفقنا كلنا الشباب مع بعض ضمن الأنشطة حقنا أنه يكون في تفطير سنوي عشان الاجتماع الواحد يعني يوميا في حزبة والمكلة ولا في الآن دخل رمضان السنة هذه وفي شباب عادوا مدرسون في المكلة اختبارات عنا مساكين نجتمع في رمضان نجتمع في الأعياد الآن عملنا طبعا في الإدارة الجديدة عملنا عزبة في المكلة الحمد لله توفقنا فيها والآن تقريبا هم 3 أشهر أو شهرين الآن هذا الثالث عزبة مستقلة خاصة بأصحاب الحزمة كل طلاب كل طالب جامعي في المكلة يكون في العزبة هذه يجي الحمد لله لحد الآن مستمرين ولكن تعرف عن البلاد دعم طبعا الطالب الجامعي عند بدايته عند بداية ظهوره ظهر الآن سبر كما يقول مثلا عندنا كما فور الضلع لا ما هي الأسباب أي شيء لدرجة إنه في يعني بعض الناس ذكروا إنه شافوا ملتقى الطالب الجامعي أحفش شنو فكرة ملتقى الطالب الجامعي ظهورهم أي شيء لما يظهر عندنا في مناطقنا بشكل عام خاصة عندنا في وادي حضرموت تعرف أوضاعنا يعني ما مش زي المملكة إحنا ولا في الإمارات تحصل عندهم دائما الدعم يكون هنا عندنا بادرنا أول شيء جهد ذاتي بعدها مع الوقت خف الروتين شوية حقنا ولكن الأسس اللي أسسنا بها الملتقى ثابتة التفاطير بشكل عام على حق وهو الآن إذن أداء المغرب إن شاء الله بنفطر بعد الإفطار بقى عنا ونكلا يا محمد حي على الصلاة